السلام عليكم كبيداتي، لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات اللي اول مره كيتصادف مع القناه ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساونيش البنات بالاشتراك، بالضغط على زر صابوني، وتفعلوا لي الجرس باش يوصلكم اي جديد من عندي. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، ما تنساونيش باللايكات ودوك لي كومونتير الراقيه ديالكم، الله يكبر بكم. المهم البنات اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الزيت اللي طلبتوني عليها، زيت خطيره واعره بزاف البنات، ومن الاحسن ديروها بيجيكم، ما مكلفاش وسهله، احسن من ديال الزنقه. سوا الفارماسي البنات تشريوها من بارا فارماسي، والله حتى شريتها وماشي نفس الريحه الا درتي الحاجه بيديك. مكونات ساهلين موجودين في اي بيت. كي تنقول لكم البنات حيدوا عليا العجز، وما كاين غير وصفه زياده الوزن وديال التجميل وديال الوجه. يلا البنات خليكم مع المكونات بلا ما نطول عليكم، خليكم معايا. مكونات الوصفه كيف ما تتشوفوا معايا، كنحتاجوا الزيت، كاس ديال الزيت البلديه، الحلبة كنحتاجو جوج معلقة كبار ديال الحلبة، كاس ونص ديال الماء. صافي هادشي اللي كنحتاجو. كيف نعاود معكم هانتوما كيف ما تتشوفو، كاس ديال الزيت البلدية، جوج معالق كبار ديال الحلبة، وكاس ونص ديال الماء. نخليكم طريقة التحضير. أول حاجة كنحتاجو كسرونة، كناخدو كسرونة كنشعلو عليها، كنديرو كاس ونص ديال الماء، كنصمص تاع الماء، كنضيفو ليه الكاس اللي عندنا ديال الزيت البلدية، ومن بعد جوج معالق كبار ديال الحلبة. صافي كنحركوهم وكنخليوها حتى تغلي مزيان، وغادي يتصفى لينا الزيت ديال الحلبة. البنات كيف ما شفتوا معايا، صافي كتبقى ديك مخلينا الماء وديك الزيت وديك الحلبة حتى كيتصفى لينا، تيطلع الفوق كله كيشرب هذاك الماء، وتتبقى لينا هي الزيت الحلبة، يعني كيتصفى الزيت تيطلع الفوق، ومن بعد صافي غادي نصفي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كتخليه ومازال ما شفتوا عليه، دابا كتحسوا بان الماء نشف والزيت هي اللي بقات. البنات راه باقي تيبقبق ليله، مادام تشوفوا باقي تيبقبق، وانما باقي الماء باقي ما تصفاش مزيان الزيت، غنخليوها مازال شويه. البنات عينيكم ميزانكم بعد ما كتحسوا صافي ان الزيت صافي ولات هي الزيت هي اللي كاينه، غادي نطفيو عليها. ها انتوما كتشوفوا بان هي الزويته اللي بقات، وعاتي ريحة زيت الحلبة. ما تزلت لينا الزيت كيف ما تشوفوا معايا تزلت. صافي كناخدو هكا قرعة، من الأحسن تكون ديال الزاج، ناخدو ونصفيو مزيان، صافي كنصفيو. هذه هي الزيت الحلبة ديالنا، هذه هي الزيت الحلبة، غنوريكم دابا الطريقة. هاي طريقة تاع زيت الحلبة، راني صابتها معكم بالديتاي بالديتاي بالديتاي. وصراحة البنات ما تستعملوش الزيت تشريوها، يعني تعكزو وتمشيو تشري ديك القرعة، صراحة ما كتكونش فري. انا جربتها ما كتعطيش نتيجة بحال لا صوبتيها، وشوف كونتيتي شحال تيكون عندك، وبزاف الاستعمالات غادي نقول لكم باش تستعملوا هاد زيت الحلبه ماشي غير الغلد. المهم خليكم معايا الطريقه اللي غادي ندير لهاد زيت الحلبه. ناخذ بحال هكا طبيسيل، فيما بينا نديروها ناخذ طبيسيل ونديروا فيه واحد الكويير ديال هاد الزيت، نديروا فيه معلقه ديال الزيت. عاتي البنات راه عاتي ريحتها، راه باش فاش تديروها غادي تشوفوا النتيجه. غادي ناخذ شويه ديال النيفيا، ها انتما شويه تاع النيفيا، غادي نديروه مع ديك الزويته ونحاولوا نخلطوا مزيان.
انا تنوريكم هي الطريقه البنات، نتوما راه غادي ديروا لكم تيكتيره على حساب المنطقه اللي بغيتوا تغلطوا. انا غير نوريكم الطريقه ساعه فاش تبيت ديروا، غادي ديروا لكم تيتين نتوما اللي غادي تحتاجوها، غادي ديروا نيفيات زيت. المهم حتى تديروا كتشدوا بحال هكا شويه بحال هكا، مثلا بغيتي تديروا في المنطقه اللي بغيتي ديروا فيها كتبقاي كدهني مزيان حتى كتحسي بانه نشف لك الجلد ديالك في هذيك الزيت، يعني الزيت دخلات لك المنطقه اللي بغيتي تغلطي. هانتوما البنات كده تحسي بالبلاصه نشفات. ومن الاحسن البنات، من الاحسن هو فاش تستعملوا في المنطقه اللي بغيتوا تغلظوا، مثلا البنات اللي ما عندهم صدر قالوا لي شحال من وحده ما عندهم صدر وبيغلظوا، بالنسبه تديريها فيهم. ومن الاحسن ديري شويه السلوفان هنا شويه السلوفان هنا وتحاولي تباتي بهم. بالنسبه للبنات اللي باقي ما مزوجين ما والو، حتى اللي مزوجين يديروها ماشي مشكل، حيت اصلا الريحه فاش تخلط مع نيفيا ما تتبقاش الريحه تاعت الحلبه يعني عاطيه بالجهد، تولي ريحه نيفيا هي اللي مجيده. باش انا جربتها ها نتوما تتبولي الريحه تاع نيفيا هي اللي تتكون مجهده صافي، تتحسي بها البلاصه نشفات. كتدوري شويه السيلوفان. بالنسبه اللي بيجي غلطت السيقان تتغلط السيقان البنات بزاف. المهم هذا فيديو خاص بالنساء صافي. بالنسبه للسيقان حتى هما نفس اللي بيغلط السيقان ديالو نفس الشيء، يدهن في البلاصه تاع السيقان، يدور واحد شويه بابي فيل ويلبس داكشي اللي لابس صافي، ويبطل الصباح ويغسل بميه دافيه. صراحه البنات لا بغيتوا الوصفه تعطيكم النتيجه ماشي النهار الاول درتيها صافي راه غدا غادي تغلاضي، لا داوموا على الاقل سيمانه والنتيجه ان شاء الله غادي تلقاوها، يعني في قلب كاع من سيمانه تلقاو النتيجه. ولكن اي وصفه لا تاعت الوجه لا تاعت الغلط لا تاع اي حاجه كتبغي المداومه، ماشي صافي استعملتي مثلا هذيك الوصفه الغلط واحد النهار وصافي راه الوصفه ما صدقاتش ليا راه ما غلطاتنيش، لا ما غاديش تغلطك بطبيعه الحال نهار واحد ما غاديش تشوفي النتيجه. ولكن لا داومتي يعني الذات كتفاعل مع داك الشيء اللي شربتي ديال الغلط وكيولي كيعطيك النتيجه، يعني ماشي بدقه والحين غادي يتفاعل الجسم ديالك مع الحاجه. هذاك الشيء بالنسبه لهاد الدهنه اللي درت معكم صراحه زوينه زوينه زوينه. بالنسبه للزيت الحلبه شتي هاد الدهنه اللي درنا ديال نيفيا وداك الشيء راه زوينه الوجه تدهنيها وتنسي وجهك غادي يصبح هكا، حيت الفوائد ديال الحلبه كتصفي البشره وكتصفي الذات كلها وكتصفي من الكحوليه، خصوصا اللي عنده الكلف واللي عنده النقط السوداء زينا اليوم. ما سخيتش بكم البنات، نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو ديالي اليوم اللي تحت الطلب ديالكم، عرفتي ديما الطلب ديالكم على الراس والعين والهلي خديكم عليهم، مرحبا بكم على اي وصفه. شكرا المتتبعين ديالي الاوفياء، كنحماق عليكم بزاف بزاف والهلي خديكم عليا. المهم ما تنساونيش باللايكات، الله يعطيكم الستر، ما تنساونيش باللايكات. فيديو جاي ان شاء الله كنحمق عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.